أهلين، اليوم سويت معكم مكعبات الكراميل بطريقة سهلة ولذيذة. وصفتنا اليوم راح نحتاج بس الثلاث مكونات هذه. عندي هنا بسكوت مطحون مع زبدة، وهنا كراميل جاهز، وهنا الشوكليت الخام اللي راح استخدم. هذه الصينية مربع راح حجمها صغير يعني لا يغركم. حطيت فيها ورق زبدة، وراح أحط الطبقة الأولى اللي هي البسكوت. بكل بساطة راح أسويه كذا على السريع مع ضغط بسيط، لا تضغطون مرة. بعد ما سويت البسكوت عندي هنا الكراميل، راح استخدم هذا. إذا ما عندكم أو مو متوفر قولوا لي تحت عشان أسوي لكم إياه بفيديو ثاني كيف تسوونه بالبيت. وبس هذه الطبقة الثانية، شايفين كيف من داخل؟ راح أوزعها بهذا الشكل، أو ممكن أخلط معها شوية ملح أو رشة ملح عشان توازن الحلاوة ويطلع لنا أحلى سولتد كراميل. وراح أدخلها الفرن بس تتحمر من فوق. بعد ما طلعت الكراميل من الفرن وبرد شوي، حطيت طبقة الشوكولات ودخلته بالثلاجة يبرد ويتماسك. وهنا قصصته بصراحة، مرة مرة متعب تقصيص الحلا هذا، ويعني حاولت بقدر المستطاع أني أقصصه بطريقة يعني مرتبة، بس يعني أهم شيء الطعم. هنا بعد ما خلصت قدمته مع القهوة العربية، ما أحكي لكم الطعم كيف رهيب. طبعا أنصحكم تاخذون قطعتين، ما تكثرون، جربوه عليكم بألف عافية.